في مخاوف، في قلق، توتر نفسي. هو الحوت يعني يكاد يكون شفاف، حاجات كتير بتأثر فيه، أي حاجة بتأثر فيه، بتأثر على نومه. أول حاجة اضطرابات في النوم، نوم مقطع، بيصحى مخضوض، بيصحى مخضوض كده، ده قلق نفسي واضح. بس يعني ايه، الدنيا هتظبط. التاور، انهيار البرج، برج قائم في حياتك، عايش معاك بقاله فترة، ممكن يكون تفكير، ممكن يكون رأي، ممكن يكون علاقة، ممكن يكون أي أسلوب حياة، بس ده كان خاطئ وبيأذيك يا حوت، خلاص هينهار ويحل محله نور بقى، شمس. الظلمة دي تفك بقى وتروح، يحل محلها نور. البرج ده لما هينهار هيحصل عندك عملية توازن، هتستعيد التوازن بتاعك مرة تانية يا حوت. واضح انه مفيش اتزان الفترة دي، فعلا تقلبات المود قوية. يعني هو اصلا الحوت موده متقلب، زي الابراج المائية التانية، متقلبين المزاج جدا، بس بقى يعني كمان التقلب حاد، في حدية في التقلب. الدنيا هتبتدي، هتلاقي ان المود بقى ماشي على وتيره ان شاء الله مستقره احسن من الفتره اللي فاتت. دي بدايه الشهر ده. الظروف مش مساعداك قوي يا حوت، نفسك تعمل حاجات بس واقف، في حاجه موقفاك. اللي موقفك ده انا مش عارفه اقول ده خوفك، لان انت عديت مرحله الحذر، انت في مرحله خوف، خايف تاخد خطوة. ايه الموضوع؟ خايف، مش شايف الطريق قدامك، او قلقان من حاجة. القلق ده من منعكس هنا في النوم برضو، خايف من شيء ومش قادر تتحرك ومتكتف. ايه الحالة دي بقى؟ انت اضرب باوضاعك، وهنشوف يمكن الموضوع له علاقه بحاله عاطفيه. لما نقرا الحاله العاطفيه يمكن ده يكون تاثير حاله عاطفيه، ده اللي عامل لك القلق ده. بس في خير جاي لك يا حوت. انت طبعا الحوت معروف بطيبته، ان هو طيب، الحوت طيب، ويعني عملت خير في حد، باذن الله الخير ده يرجع لك. او حاجه انت اشتغلت عليها مده طويله وعملت فيها مجهود كبير بس ما وصلتش نتيجه، ما جالكش المردود، هيجي دلوقتي باذن الله، هيجي دلوقتي. الناس اللي عندها اوراق او قضايا، في قضايا مستنيين حكم فيها، مستنيين بث فيها، افتكر دي هتكون برضو سبب من اسباب الخير اللي جاي لك. واللي بياكد لي ده الناس بقى اللي عندها ورث متعلق، الحيتان من المجموعه الاولى عندهم ورث متعلق، افتكر ده ورث. الفلوس اللي جايلك من شخص كبير ده ورث، وقضايا كانت متعلقه واقفه، ان شاء الله الخير جاي، في خير جاي. زي ما قلت في فلوس من شخص كبير باذن الله. اللي حاله الورث والقضاء او القضايا ما بتنطبقش عليهم، فيحوت انت تقريبا اسأت الظلم، يعني اسأت الظن في حد، او اسأت الحكم على حد. ما تتسرعش في احكامك يا حوت، انت تلقائي جدا، تلقائي وعفوي قوي، فبتعدي، ممكن تعدي منك حاجات سهو غصب عنك. لو انت ظلمت حد بليز راجع نفسك تاني، وانت يعني اكيد هتقر بغلطك، او على الاقل تحاول تصلحه. في كارت العدل، جاستس، زي ما قلنا، اما في ورق حكومي متعلق، او انت اسأت الحكم على حد او على شيء. The Hermit، انت حكيم يا حوت، وصلت لدرجة الحكمة، حكيم، عارف بتقيت تفكر لوحدك وبتشتغل لوحدك، ويعني اخر انسجام، عقلك اللمبة منورة، بص النور منور، وفي افكار بتجيلك وانت يعني محوطها لوحدك، عايز تكون لوحدك، بتفكر لوحدك، بتشتغل لوحدك. The Hierophant، الناس اللي لسه ما تجوزوش بس العلاقة قائمة، ما فيش علاقات جديدة في الحوت، المجموعة دي ما فيش علاقات جديدة، العلاقاتهم قائمة، ف
في حاله ارتباط او خطوبه او شيء في اتمام زواج، ده هايرفنت. الناس المتزوجين الله اعلم بيمروا بظروف صعبه شويه، اتمنى اكون غلطانه بس من الواضح ان هم بيمروا بظروف صعبه شويه. طيب بس حالة التفكير اللي انت فيها لوحدك دي تقعد كده تسرح، احنا عارفين احنا بقى ايه، احنا عايشين في البابل بتاعتنا، يعني الحوت بيبقى عامل كده لنفسه بالونه وقاعد جواها وبيحلم. موضوع الداي دريمينج او الاحلام اليقظه عنده عاليه جدا، بيحلم يحلم بيفكر، بس الحلم ده هيتحول لهدف، هيبقى عندك حاله اصرار ومثابره انك توصل للحاجه اللي انت فكرت فيها دي. طبعا الحوت كبرياء وعالي جدا، ده بيوصفك قد ايه انت شخص يعني عندك كبرياء وعزة نفس وكمان شخص يعتمد عليه. الحوت في المسؤوليه جبار جبار، بيشيل مسؤوليه ويمكن كمان بيشيل اكتر مما ممكن يتحمل، بس احنا قلنا الموضوع ده ابتدى يتغير السنه دي، والحوت استنصح وبقى بيشوف نفسه، واللي لسه ما حصلوش التغيير ده يا ريت يبتدي، يمكن ده يكون التغيير اللي انت محتاجه يا حوت. حاله التضحيه والعطاء اللي بلا مقابل وبلا تفكير وحاجه مش منطقيه كده، لا يا ريت البرج ده ينهار ونبتدي يبقى الموضوع فيه عقلانيه، ندي كل حاجه ما فيش مشكله. بس لازم لما ندي لازم يكون في مقابل، لازم لما ندي ما نبقاش جينا على نفسنا. فهمتوا قصدي؟ ما تجوش على نفسكم بالطريقه دي. حبوا نفسكم شويه، ما دي مش انانيه، ده حب الذات، لازم تحبوا ذاتكم شويه. الحاله الماليه ما فيش فيها تطور، مش شايفه فيها تطور للمرحله دي. ما فيش سفر، محلك سر، انما في افكار شغاله هتتحول لاهداف. شدوا حيلكم، والناس اللي داخلين على زواج باذن الله هيتم، مبروك مقدما. حاله القلق والخوف دي يا حوت يعني سكيب، حاول تعديها بسرعه وتحط بدلها هدف، احلم بهدفك ان شاء الله هتوصل له. حاله توازن ان شاء الله داخل عليها يا حوت، وحاله موج البحر اللي انت فيه ده، شويه فرحان شويه زعلان شويه متفائل شويه متشائم، خلاص الدنيا هتبقى فيها بالانس، هيبقى فيه شويه توازن في الحالة المزاجية بتاعتك. دي قراءة المجموعة الأولى العامة. الحالة المالية فل. والله يا سيد علي، يعني هي مش لوحدك، بس للأسف هو الشهر ده مش واضح فيها أي تغير، فيبقى إيه، نخلي بالنا أيا كان اللي بيجي نقول الحمد لله، وباذن الله يبارك، ربنا يبارك في الرزق، وان شاء الله يحصل تطور الشهور اللي جايه. ما زالت مستمره. لا بصي يعني ده مش هيفيدنا بحاجه خالص، مش هيفيدك بحاجه خالص، حاول تبدل احساس الخوف والقلق ده بامل وبهدف، حط هدف قدامك. لا لسه الحاله العاطفيه يا مي، مش نشوف حالتهم العاطفيه اخبارها ايه؟ ايه بتقولي ايه يا رانو؟ ما فهمتش. انا برجي ايه يا ايمن؟ انا برج الحوت، واحنا بنقرا اهو. كلام صح جدا، بشكرك يا هدير. روان لا، الناس اللي مش مرتبطين اصلا، السناجل لسه سناجل، ما شفتش علاقات جديده، يا رب اكون غلطانه ويبعت لكم طبعا كل خير، بس انا ما شفتش. الناس المرتبطين مخطوبين او في علاقه، في اتمام زواج ان شاء الله. هو مجموعة تانية وبيننا خلافات كتير ومش بنتكلم. طيب تعالي نشوف الحالة العاطفية. هما طالعين ايه وضعهم الحالة المادية؟ تسديد الديون، ايه هتكون؟ سمعي الحالة المادية ما شفتش فيها تطور خالص حبيبتي. دلوقتي هنشوف الحالة العاطفية، أخبار الشريك ايه، المتطلقين واللي متخاصمين والحاجات دي. ماكو سفر يا رفال، أنا آسفة. يمكن أكون غلطانة، يا رب أكون غلطانة، بس ما شفتش سفر. انا كمان حوت، احنا طيبين فعلا وبنتخدع كتير في ناس كتير قوي. انا جالي بدون المره اللي فاتت من الحمل. ليه يا دينا؟ هو اليوم اللي كنت عصبه فيه كنت بره الحمل ولا ايه؟ I love you too، كتب اسمك بالروسي بس I love you too حبيبتي. يا ياسمين ده انت اللي قمريني، يا روحي تسلميلي. عقرب هنقول قريب قوي يا نورهان، قريب جدا حبيبي.
طيب كلمة كويسة. بشكرك يا جيهان، تفائلوا ان شاء الله في حالة توازن داخلين عليها، والقلق والتوتر ده بإذن الله هيروح، وزي ما قلنا هنحط هدف وهنسعى له. وبخاف من كل حاجة جدا جدا، ملوش لازمة خالص يا ملك الخوف ده، حطي يعني اطمني، وربنا ان شاء الله يعني يزرع الامان والطمانينه في قلبك، ما تخافيش من حاجه، ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه جدا. وزي ما قلنا في ناس اللي كان عندهم لو في فلوس جايه فهي جايه من شخص كبير، في فلوس جايه بس مش تطور في الحاله الماديه، في فلوس جايه ان شاء الله. نشوف كلمه صح. بشكرك يا منى قوي. طيب هنشوف الحاله العاطفيه للمجموعة الأولى، برج الحوت. طيب مش عايزاكم تخافوا، القراية في أولها كده مش مريح، بس هقول لكم حاجة حلوة في الآخر. الحوت مش حاسس بشريكه خالص، شريكه مش مهتم بيه خالص، المجموعة الأولى نفسه في مشاعر جديدة، عايز اهتمام بقى، عايز اهتمام، ويكاد يكون عايز اهتمام من أي حد بقى، مش بس من شريكه، من كتر ما هو عنده تعطش للاهتمام، نفسه في طاقة جديدة، طاقته خلصانة خالص في العلاقة، طاقة خلصانة، بخ، باي باي، مفيش طاقة أصلا. شايف شريكه ازاي؟ الحوت شايف شريكه ازاي؟ Queen of Wands، شايفه قائد، قائد كويس، شايفه مبدع، وشايفه يعني خياله حلو، تفكيره كويس، بيحب طريقة تفكيره، الحوت بيحب طريقة تفكير شريكه، وشايفه ان هو قائد كويس ومفكر كويس. طيب ده ايه دخله بقى بالعلاقة؟ ايه دخله بالرومانسيات بقى؟ الشريك مش عايز يديك مشاعر يا حوت، هو ماسك على مشاعره. ليه؟ ممكن يكون ده بسبب اكسبيرينس قديمه، خبره قديمه خلته حولته لهذا الشخص ان هو ما بيحبش يدي لانه اتقرف قبل كده. ممكن يكون هو طبعه كده ما بيحبش يدي، بس ماسك على حاجه، ماسك على مشاعره، ماسك على اهتمامه، ماسك على كل الحاجات دي، هو ماسك فعلا. وهو عنده مشاكل كتير، الشريك عنده مشاكل كتير وعنده هموم كتير، وفي حاجات كتير قوي بتدور في دماغه دلوقتي، دماغه مشغوله بحاجات كتير قوي قوي، فسوري اقول لك مش فايق لك، ده اللي انا شايفاه دلوقتي. ومحتاج كمان، ده هو بقى اللي محتاج مساعدتك، يعني شوفوا درجه ايه انت عايز ايه ومحتاجه منه، هو مش هيقدر يديهولك في الفتره الحاليه. ده بقى السيتويشن صعب صعب، لما يكون الشريك عايز اهتمام وعايز حب من شريكه، وشريكه اصلا في اللي مكفيه وعايز دعم شريكه اصلا، ف سيتويشن صعبه. بس شايفك ازاي؟ شايفك عيله، شايفك احتفال، مش احتفال، شايفك عيله، شايفك امان، شايفك صوره حلوه جدا. بصوا الصوره عامله ازاي، صوره امان، صوره عيله سعيده. يعني انتوا لو لسه ما اتجوزتوش، فهو شايفك العيله بتاعته، البيت بتاعه. لو انتم متزوجين فمازال شايف